تنمو غابات قاحلة في مناطق معينة من العالم القديم. تبرز في مناطق بعيدة ومنعزلة، تقع بين شمس الصيف الحارقة وشتاء القارس المتجمد. إنها غابات متطرفة قادرة على تحمل تقلبات الطقس المستمرة. هناك أحياء قوية متنوعة تزدهر بين الأغصان وتحت جذوع الأشجار في هذه البيئة. مجموعة حيوانات تأقلمت مع هذه الظروف الصعبة التي لا يلطفها ولا يجعلها محتملة سوى شجر العرعر. تنمو غابات العرعر في حوض البحر الأبيض المتوسط والأقاليم القارية المعروفة باسم العالم القديم. نجد أكبر تجمع مزدهر لها في السهول العالية لشبه الجزيرة الإيبيرية. غابات العرعر غريبة، وتعتبر هي وسفان إفريقيا وأمريكا الجنوبية الغابات الأقل كثافة في كوكبنا. يبدو أن الأشجار تحترم المساحة والمسافة بين بعضها البعض. لا تنمو بشكل متقارب قط، مما يؤدي إلى تشكل نظام بيئي مفتوح من الأشجار التي تنمو في المناطق الصخرية والتي تتسم بالبرودة والتربة الجافة الفقيرة. رغم ذلك، قد يصل ارتفاع أشجار العرعر التي تنمو في هذه السهول المفتوحة إلى 20 متراً. عزز اتساع هذه الغابة وانعزالها وجود أبرز الحيوانات المفترسة في أوروبا. الذئب. تحتاج الذئاب إلى أماكن تختبئ فيها وتشعر فيها بالأمان، تمكنها من الراحة والاختباء. غابات العرعر مكان مثالي للذئاب. تبحث هنا عن الطرائد وتفرض سيطرتها على منطقة ملائمة للعيش. رغم ارتفاع المكان واتساعه، توفر غابات العرعر لزوج الذئاب الصغير هذا فرصة لتأسيس حياتهما هنا. تنتمي أشجار العرعر إلى عائلة أشجار السرو، وتنمو في المناطق التي لا تعيش فيها الأشجار الأخرى، وتتسم بيئتها الطبيعية بالبرودة والتربة الجافة المقفرة. يمكنها أن توفر غطاء أخضر تعجز عن توفيره الأشجار الأخرى. غالباً ما تنمو أشجار العرعر في المناطق الكلسية القاسية. حفرت المياه في هذه المناطق البرية رفوفاً صخرية ووديانًا متقاطعة مع الأنهار. تعتبر من أبرز المناطق البرية وأجملها في القارة الأوروبية.
تستوطن النسور السمراء هذه الأفاريز والجروف الصخرية التي تكثر فيها أشجار العرعر. بيئة غابات أشجار العرعر ملائمة فقط للمخلوقات القوية. يمكن أن تنخفض درجات الحرارة في الشتاء إلى 15 درجة تحت الصفر، وقد تصل درجات الحرارة في الصيف إلى 40 درجة. النسور شاهد على قساوة هذا النظام البيئي. خلال الشتاء تضع بيضة واحدة تفقس خلال أسوأ الظروف المناخية، حيث يكثر تساقط الثلج وتصعب ظروف الغابة. يجعلها ذلك أول الطيور التي تتكاثر داخل أوروبا القديمة في السنة التقويمية، قد تفقس أولى الفراخ في يناير. النسر الأسمر هو الوحيد الذي يتكاثر في درجات الحرارة المنخفضة هذه. تركز حيوانات غابات العرعر الأخرى على البقاء فقط. تبحث الذئاب التي تقطن هذه الغابة القديمة لساعات عن حيوانات صغيرة في منطقتها. تشمل وجبتها الأساسية الأرانب والقواع والفئران والزغبات. تساعد هذه الوجبات الخفيفة الذئاب على سد جوعها خلال موسم البرد. رغم كل شيء، تستقطب غابة أشجار العرعر المزدهرة بعض الحيوانات خلال الشتاء. هذا النوع من السرو طويل وعريض ومختلف الأشكال، ويحافظ على أوراقه خلال السنة. يمثل التوت داكن اللون الذي ينمو فيه وجبة ذات سعرات حرارية عالية بالنسبة إلى العديد من الطيور المهاجرة خلال الشتاء. بفضل ثمرة أعياد الميلاد الحلوة هذه، تنجح طيور السمنة والطيور الأخرى المحبة للثمار في البقاء. يبدأ الشتاء في الرحيل، ويطرأ تغيير على غابة العرعر مع اقتراب الربيع. تظهر زغبات الحدائق المستفيقة حديثاً من سباتها الشتوي، وهي أهم علامة على اقتراب حلول المناخ اللطيف. تبحث عن توت العرعر المتساقط لتلتهمه أو لتجمع أكبر قدر منه تعويضاً للوقت المهدور. تبدأ فترة تكاثر الذئاب البالغة في هذا الوقت. تلتقي فيحدث ارتباط جديد بين بعضها.
توفر غابات العرعر كل ما يلزم لتأسيس عائلة جديدة. تبدأ الإناث عملية البحث المضنية عن مسكن جديد، حيث تتمكن من وضع صغارها والعناية بها. تقودها غريزتها إلى أبعد نقطة من هذه الغابة. بينما تبحث الذئاب عن المسكن المثالي، تنعم صغار النسور بدلال الوالدين الحريصين. تمتلك النسور السمراء واحدة من أطول دورات التكاثر في عالم الطيور. يقضي الزوج البالغ قرابة 6 أشهر في العناية بالصغير. إنه عمل مضن يتطلب تفانيا مستمرا. نمو صغار النسر بطيء جدا. لحسن الحظ حلت نهاية الشتاء وبدأ الربيع يزدان بألوانه. وصلت هذه النسور المصرية للتو من موطنها الشتوي في إفريقيا. جار آخر في هذه المنطقة الصخرية، إنه نسر صغير ومتخصص يتغذى على فضلات الطعام والحيوانات الصغيرة التي يجدها غالبا بين بقايا الجيف. تسافر النسور المصرية آلاف الكيلومترات سنويا لتتكاثر في هذه البيئة القاسية، حيث تبدو الأشجار وكأنها تنبت من الصخور. بينما تعد النسور المصرية أعشاشها على الجروف الصخرية، تتابع أنثى الذئب بحثها الدؤوب عن مكان لتلد فيه جراءها. ستمشط المنطقة بحثا عن مكان أكثر أمانا وراحة. يتقدم الربيع ويتغير شكل غابة أشجار العرعر الموحد والمقفر. تنمو الزهور بشكل جميل ومفاجئ. تنبت السحلبية من التربة وتزدهر ورودها الملونة الاستوائية الشبيهة بالحشرات لتناقض لون العرعر الأخضر المغبر. خلال فترة الازدهار هذه تصبح غابة العرعر موطنا للعديد من الأنواع الباحثة عن مكان للتكاثر. تستوطن طيور القرقف الأزرق شقوق وتصدعات الفروع. كثافة أوراق أشجار العرعر مناسبة لبناء أعشاش طائر السمنة. بينما تستقر الطيور الجارحة الكبيرة على الأغصان الأعلى، أصبح عمر صغار النسر الأسمر الآن 2 شهر، وهي تقضي يومها تنتظر بصبر وصول وجبتها التالية. القلق يعتري أنثى الذئب. ستلد صغارها خلال بضعة أيام، لكنها لم تعثر بعد عن مكان آمن ككهف يوفر لها الراحة بينما ترعى جراءها. يبدو أنها تنتظر اللحظة الأخيرة لتقرر أين ستستقر. بالمقابل وظيفة القوارض الصغيرة أسهل. هناك مناطق صغيرة كثيرة يمكنها الاستقرار فيها، توفر لها الطعام كتوت أشجار العرعر والعديد من الحبوب. تستقطب أعداد الفئران الكبيرة في هذه الغابة الطيور الجارحة كبوم الحظائر التي تراقب من فوق الجرف الصخري ذاته الذي تستوطنه النسور. تغادر مواقع المراقبة مع غروب الشمس
وتزور مناطق الغذاء المعتادة لديها. بفضل حواسها المتطورة تنجح في اصطياد حيوانين ثدييين أو ثلاثة أو أربعة كل ليلة، غالبيتها فئران. رغم أن القواع تتشارك المواطن ذاتها، لكنها لا تثير اهتمام البوم، لذا تعيش بأعداد كبيرة في هذه الغابة المفتوحة. تتحرك بحرية بين الأشجار وتجد الغذاء الطازج، كما تجد الأرانب هذا المكان مثاليا للعيش. تقتات الأرانب والقواعات على توت العرعر، لكنها لا تدمر هذه النباتات، بل تساهم بشكل مهم في إنبات البذور. تتفاعل البذور لتنمو عبر مرورها في الجهاز الهضمي للحيوانات الثديية، مما يجعلها عاملاً مهماً في نشرها. انفتاح غابة العرعر الذي يمثل ميزة بالنسبة إلى القواع والأرانب، وهو من أبرز ما يقدمه هذا المكان. أطلق عليه بعض علماء النبات مصطلح غابات السهوب، من النادر أن تتداخل ظلال أشجار العرعر مع بعضها البعض. يصبح اليحمور وجبة رئيسة مفضلة خلال بضع دقائق. العديد من أزواج النسور بحاجة ماسة إلى الطعام من أجل صغارها، وهذه الفرصة المثالية للحصول على لحم طازج. هناك تسلسل هرمي مقتضب وصارم للنسور أثناء التهام الطعام. الأكثر جوعاً هو أول من يأكل. تتشاجر الطيور الواصلة حديثاً مباشرةً مع الطيور التي أكلت سلفاً، وتقوم الأكثر جوعاً بإبعاد تلك التي أكلت قليلاً. خلال أقل من ساعة لا يتبقى من الغزال إلا هيكله العظمي. أما لحمه ففي طريقه إلى الجرف الصخري. نمط غابة العرعر بطيء، تنمو الأشجار ببطء شديد لا يتجاوز مليمترا واحدا إلى 3 مليمترات في السنة، وتستغرق غاباتها عشرات السنين لتصل إلى كثافة معينة. من الطبيعي أن يصل عمر أقدم أشجار العرعر إلى أكثر من 1000 سنة. هناك طيور جارحة تعيش بين هذه الأشجار القديمة، الحدائق السوداء. يتولى أحد الوالدين مراقبة الفراخ، ويهم الآخر بالانطلاق على عجل. يبحث الأب عن مختلف أنواع الطعام لإطعام الصغار، من ضمنها بقايا الطعام والزواحف والضفادع، بالإضافة إلى الجيفة.
الحظ حليف الصغار اليوم. عاد الوالدان إلى العش حاملين شريحة لحم كبيرة. سيشكل ذلك جزءا من نظام غذائي متنوع غني بالبروتين يساعدها لتنمو بسرعة. يحلق الأب مرة أخرى بحثا عن المزيد من الطعام، بينما تتولى الأم مسؤولية مشاركة الغداء. تنمو صغار الحدائق أسرع من صغار النسر، ستصبح جاهزة لمغادرة العش خلال بضعة أشهر فقط. أخيراً حان الوقت ليتناول النسر الصغير طعامه. يتناوب الوالدان لحمايته من الطقس، لكن حان الآن وقت العشاء. تقوم فراخ النسر بالتوسل وملامسة منقاري الوالدين بإصرار لتشجيعهما على اشترار الطعام المخزن في جسميهما. يتم اشترار الطعام المخزن مباشرة. في مكان قريب تحصل الطيور الصغيرة الجديدة في مستعمرة النسور والأصغر حجما على حصتها من الطعام أيضا. تتكل الطيور الصغيرة على الحظ ومثابرة الوالدين لتحصل على طعامها. لا تجد دائما ما يكفي من الجيفة لتحضرها إلى صغارها. تحاول الصغار استهلاك أكبر قدر ممكن من الطعام في كل مرة، حيث لا تدري متى سيجد الوالدان الطعام مرة أخرى. كحال فرخ النسر، تنمو غابة العرعر ببطء. تستغرق وقتا طويلا لتغطي مساحات جديدة، كما يحتاج توتها إلى سنة لينضج. وضعت أنثى الذئب جراءها أخيرا داخل وكر محفور في الأرض، وتشجعها الآن على استكشاف العالم. تترافق حياة جراء الذئب مع حياة صغير النسر، لكنها تنمو بشكل أسرع. تبدأ صغار الذئب بمغادرة مخبئها واستكشاف البيئة بعمر الشهر ونصف الشهر، وترافقها الأم. أبسط الأمور تحفز فضولها. على مقربة منها يقوم اليمام بجمع البذور لاسترداد طاقته، كما هو الحال بالنسبة إلى الهدهد. تقحم هذه الطيور النقارة مناقيرها في الأرض بحثا عن الحشرات. لا يهدر الهدهد الوقت في تحديد المنطقة التي استوطنها مؤخرا، لكنه لا ينتبه لما يجري حوله. هناك مفترس آخر في مكان ليس ببعيد يطوف خلسة. إنه ابن عرس. وزن ابن عرس أقل من 100 جرام، لكنه قادر على اصطياد القواع والأرانب، رغم أنه يكتفي غالبا بالقوارض التي تناسب حجمه كالزغبات. رغم ذلك توفر جثة الحمامة التي أرهقتها الرحلة عبر القارات وجبة جيدة، ولن يحتاج إلى بذل طاقة لملاحقة القوارض. تدفع الحديقة الغريبة التي ازدهرت خلال الربيع الثمن مع اقتراب الصيف الشمالي. لن يبقى أي أثر للسحلبيات الملونة، ولا تبقى الأرض خضراء إلا في المناطق التي يتوافر فيها الماء. تستقطب تقلبات منطقة الحجر الكلسي مختلف الحيوانات، خصوصا خلال الصيف. يصل القطاء أسود البطن الذي يكبر في مكان قريب من هنا صباحا لشرب الماء. يقصد هذه الزاوية من الغابة بشكل يومي خلال الصيف.
يصبح صغير النسر مستعداً للطيران مع بداية الصيف، وقد أصبح حجم الفرخ مقارباً لحجم الوالدين بحلول هذه الفترة، لذا حان الوقت ليختبر عضلات الجناحين. سيحرص الوالدان خلال بضعة أيام على أن يغادر الصغير العش ليصبح مستقلاً ويستهل حياة جديدة في سماء غابة العرعر. في هذه الأثناء في الأسفل تتلقى جراء الذئب دروساً مهمة في الحياة، أولها عن الصيد، وهي مهارة أساسية تمكنها من البقاء. تعلمها أمها كيف تبحث وتترصد وتمسك بالأرانب. يتناول الدرس الثاني التسلسل الهرمي للمجموعة. في المقدمة قائد المجموعة الذي يأكل أولاً. الجراء جائعة وتريد أن تأكل. هناك مجازفة بالتعرض إلى توبيخ قاس على وقاحتها. لكن قد يتم اختيار الجراء التي تظهر شجاعة أكبر خلال بضع سنوات لتتولى قيادة المجموعة. يبدو هذا الجرو أجرأ وأكثر إصراراً من إخوته. قد تكون هناك تبعات مؤلمة لما استهله كلعبة، لكن في نهاية المطاف الإصرار يؤتي ثماره. ستكون غابة العرعر موطنه. إنها غابة هادئة وقاسية يعزى استمرارها إلى العديد من الحيوانات التي تتغذى على ثمارها، من ضمنها الذئاب التي تنشر بذورها وتساهم في تفعيلها. غابة أشجار العرعر هي بقايا غابة أوسع امتدت قبل 7 إلى 30 مليون سنة خلال العصر الثالث. نجح المتبقي منها في البقاء في أقصى البيئات في القارة القديمة وخلق شبكة حياة قوية ونشيطة.